مشاهدينا، برحب بحضراتكم من جديد. مفيش شك ان في جهود كبيره بتبذلها وزاره الداخليه لملاحقه المزورين والنصابين ممن يطلقون على انفسهم لقب ابناء القنصل، حيث نجح رجال الشرطه في توجيه ضربات امنيه متكرره اسفرت عن ضبط عدد من القضايا لمنع التزوير والحفاظ على حقوق المواطنين. طبعا صور التزوير كتيره جدا، منها على سبيل المثال تزوير مستندات بنكيه وتزوير توكيلات وايضا تزوير عملات نقديه، وشفنا ايضا جهود الداخليه لضبط ناس زوروا مستندات بنكيه وايضا القبض على اشخاص قاموا بتزوير شهادات الدكتوراه، وكل هؤلاء بالفعل في قبضه الشرطه. تعالوا نعرف مع بعض احدث صور التزوير اللي نفذها ابناء القنصل وتمكن رجال وزاره الداخليه من ضبطهم، عشان نعرف ونوعي الناس حتى لا يقعوا فريسه في ايدي هؤلاء النصابين. هينضم الينا هاتفيا الاستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع. برحب بيك معانا يا استاذ محمود، دايما منورنا على شاشه تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني عايزه اسال حضرتك بصفتك رئيس قسم الحوادث، وكل يوم بتشوف اخر تقليع التزوير والنصب، ايه اغرب الوقائع في التزوير اللي وقعت في ايدي قوات الشرطه مؤخرا؟ يعني عايز اقول لحضرتك يمكن بتتعدد زي ما قلت لحضرتك في المقدمه بتاعتك، بتتعدد وتتنوع وقائع التزوير ووفقا لكل وقعه على حده. عايز اقول لحضرتك انواع كثيره احنا بنقوم بصدد نشرها في صفحات الحوادث المتخصصه، مباحث الاموال العامه بتستطيع ضبطها خلال الفتره الماضيه. يمكن ابرزها تزوير العملات الوطنيه، سواء العملات الورقيه او حتى المبالغ الصغيره بيتم تزويرها، لكن سرعان ما تتكشف الاجهزه الامنيه وقع هذا التزوير وبتضبط المتهمين على او القائمين على هذه العمليات. كمان هناك وقائع بتزوير المستندات، خاصه الشهادات الدراسيه والماجستير والدكتوراه وما الى غير ذلك. عايز اقول لحضرتك ان بعض المزورين كانوا بيضعوا يعني مبالغ ماليه لتزوير بعض الشهادات، يعني اذا رساله الماجستير بتصل الى 5000 جنيه، رساله الدكتوراه بتصل الى 10000 جنيه وما الى غير ذلك. كمان بيبيعوا شهادات للدكتوراه من الخارج والتعلم عن بعد، كل هذه الاوراق تكون محل للتزوير. كمان بيتم تزوير بعض العقود والاوراق الخاصه بملكيه بعض الشقق وبعض الاراضي، خاصه في بعض الاراضي اللي تكون موجوده في بعض المحافظات اصحابها غابوا عنها خارج البلاد لمده زمنيه كبيره، اراضي مش محدش عارفها اصحاب لمرور سنوات طويله عليها. هذه العصابات ثابت على تزوير اوراق هذه الاراضي والشقق والمنازل حتى يتسنى لها الاستيلاء على هذه الاوراق. كمان من الفترة الأخيرة بدأ يظهر الأشخاص اللي بيزوروا بعض الورق علشان يقدروا يستطيعوا إنهم يسحبوا قروض من البنوك. كمان أشخاص بيزوروا شهادات طبية، خاصة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وبعض الموظفين في الشركات الخاصة اللي هم يعني بيحاولوا يتحايلوا على القانون عشان ما يروحوش شغلهم، فبيزوروا شهادات طبية بتفيد أو تزعم على أنهم هم يعني بيعانوا من أمراض معينة، هذه الأمراض يعني لا يستطيعون معها الذهاب إلى عملهم. إذا بتتنوع عمليات التزوير وفقا للشخص نفسه عايز يزور إيه أو محتاج إيه. هناك بعض الأشخاص اللي بيلجوا سواء التزوير باليد او عن طريق استخدام الحواسب واستخدام التقنيات الحديثه، وعارف حضرتك ان احنا في ثوره تكنولوجيا كبيره، هم للاسف بيطوعوا التكنولوجيا للعمل السيء وبياخدوا اسوأ ما فيها، وهو انه يتم تزوير الاوراق والمستندات حتى يتسنى ليهم يعني تحقيق مآربهم المختلفه. طب استاذ محمود، ايه العقوبات المنتظره يعني لمن تثبت بحقه تهمه التزوير؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان هنا القانون بيقول ان العقوبات متفاوته، يعني اللي زور مستند عادي مش زي اللي زور مستند ترتب عليه حاجه ثانيه، لكن زي اللي زور عمله نقديه مثلا. بالظبط بالظبط. لكن احيانا تهمه التزوير عقوبتها بتصل الى السجن المشدد 15 سنه، ومعنى المسدد ان هو يعني بيقضي العقوبه كامله، بيقضي 15 سنه كامله، ما بيحصلش على عفو او على إخراج في نفس المدة، لا بيقضي 15 سنة كاملة. وأعتقد إن دي بتكون عقوبة رادعة لهؤلاء الأشخاص علشان يعني يكونوا رادع لغيرهم، علشان لا يكرروا مثل هذه الجرائم، لأنها بتفوت حق الغير. لما يكون حد طالب بيجتهد ويذاكر ويحصل على ماجستير، واخر بورقه معينة مطورة بيحصل على نفس الدرجة، لما يكون حد بيستولي على أراضي، لما يكون حد، إذن هي بتفوت حق الغير وهي في انتهاكات لحقوق الغير، ومن ثم كانت العقوبات مسددة من قبل المشرع علشان يكون الرادع قوي وعشان لا تتكرر مثل هذه الجرائم. طب يا أستاذ محمود، اللي بيتعامل مع المزور هل بتقع عليه نفس العقوبة أو أصلا بتقع عليه عقوبة إنه تعامل مع مزور؟ بالفعل يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك فقط اذا كان يعلم تمام العلم انه يعني في تعامل ان هذه الاوراق مزوره وراح تتعامل يعني من تلقاء نفسه مع هذا الشخص يستخدم هذه الاوراق المزوره، طبعا ينطبق عليه نفس العقوبه، وانه هو نيته التزوير وانه استعان بشخص ثاني يحقق له مآربه، فاذا هي نفس التهمه فبيلقى نفس العقوبه المقرره على المزور الاساسي. طب أخيرا أستاذ محمود، نصائح حضرتك للمواطنين عشان يبتعدوا عن هؤلاء المزورين، هل في احتياطات معينة أو هل في مؤشرات تشير إلى أنه سيتم عملية تزوير؟ يعني عايز أقول لحضرتك إن أولا بالنسبة للأشخاص نفسهم اللي بيبادروا بالتعامل مع المزورين أو حد بيضحك عليه وبيقول له إن أنا أقدر أعمل لك الورق، أو بدل ما أنت تسلك المسلك القانوني أو في ورق معين هيخلص بعد مدة زمنية، أنا يتأكد إزاي؟ دول الاشخاص دول بيكونوا بيتعاملوا مع المزور من تلقاء انفسهم وعارفين ان ده مزور، فده ننصحهم انهم يبتعدوا عن التزوير، اللي في حاله ضبطه زي ما قلت لحضرتك العقوبات رادعه بسبب ورقه صغيره ممكن يقضي حوالي 15 سنه من العمر. هو العمر فيه كام؟ 15 سنه يقضيهم خلف الكبار، وبيضيع مستقبله ومستقبل غيره ومستقبل اولاده، لان جريمه التزوير هي جريمه مخله للشرف. يعني المزور اذا كان يعمل في وظيفه حكوميه بعد ما قضى عقوبته لن يسمح له بالعوده الى عمله مره اخرى، لانها جريمه مخله بالشرف، لن يسمح له بالتواجد في اماكن مرموقه لانها جريمه مخله بالشرف، اذا كان يعلم من الاساس ان هو بيتعامل مع مزور. اما الاشخاص العاديين اللي هم حسن النيه، اللي القانون بيتعامل معهم عنهم حسن النيه، دايما يكونوا على وعي، ودايما يكونوا على وعي بالاوراق بيتعاملوا معاها، ويتاكدوا من وجود الاختام، يتاكدوا من العملات الوطنيه، العملات الورقيه فيها علامات تامينيه كتير، خاصه العلامات المائيه اللي حضرتك بتكون موجوده في المبالغ الكبيره زي فئه 200 جنيه، يتاكدوا من وجود هذه العلامات التامينيه كامله حتى لا يقعوا تحت طائله القانون، وحتى يعني لا يكونوا عرضه للنصابين والمحتالين والمزورين والاشخاص المشهورين بعمليه التزوير زي ما قلت لحضرتك، اللي بيطلقوا على نفسهم ابناء القنصل، وهو يعني على خلفيه الفيلم الاشهر بتاع الفنان خالد صالح واحمد السقا اللي كان بيدور احداثه حول واحد مزور وابناء احد وتحت التزوير بيطلق على نفسه ابن القنصل. الحذر وان احنا نتعامل بحذر شديد، ونتاكد من العلامات المائيه والعلامات التامينيه في الفئات العمريه، في الفئات الماليه، ونتاكد من وجود اختام ووجود توقيع صحيح في باقي الاوراق وباقي المستندات، ان احنا لا نتعامل مع النصابين او الاشخاص اللي بيهمونا ان يقدر يجيب لنا دكتوراه من الخارج، او يقدر يجيب لنا، يعني ما فيش حد بيحصل على دكتوراه ب 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 3000 جنيه، دي كلها امور واهيه، دول اكيد نصابين، نبادر بالابلاغ عنهم ونساعد الشرطه في ضبط هؤلاء الاشخاص علشان الامور تمشي في نطاقها الطبيعي وفي طريقها الطبيعي وفي مسارها الطبيعي. بكل تاكيد. الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى هذه المداخله. شكرا فندم، شكرا حضرتك. مشاهدينا متواصلون معكم في تغطيه اخباريه على مدار الساعه من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا والى اللقاء.